عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يشرع لمن فعل خطيئة بأن يتوضأ رجاء خروج الخطايا منه مع الوضوء؟ ورد أنه إذا غضب الإنسان فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب فإنه يستحب له أن يتوضأ، هذا في الغضب خاص. وأما إذا أذنب ذنبا فإنه يستغفر ويتوب ويترك الذنب ولا يشرع له صلاة.